لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية. استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورنو، ويأتي في هذا الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولاياته الثانية في انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف. وأثار ماكرون تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر من خلال وعد بمبادرة سياسية جديدة بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة، حيث أن إليزابيث بورن هي سياسية فرنسية. عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء خلفها ناجان كاستيكس، وفي 8 يناير 2024 استقالت رئيسة وزراء فرنسا من منصبها، فيما أفاد الإليزية بأن بورن ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. تاريخ ومكان الميلاد 18 أبريل 1961، العمر 62 سنة، باريس فرنسا. المناصب السابقة نائبة عامة في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث أكملت تعليمها في المدرسة الوطنية للجسور والطرق والمدرسة المتعددة للتكنولوجيا بفرنسا وعدة مدارس كبرى.